اهلا، صباح الخير لكل المشاهدين عم يتابعونا. احنا لما بنحكي عن فئه الشباب بنحكي عن العنصر الاساسي المحرك للبلد بما هو قادم من الايام بالمستقبل. الشابات والشباب يقع على عاتقهم بناء هذا الوطن. بالنهايه كل الجهود، كل المؤسسات، كل التعب اللي لازم تتعبه هذه المؤسسات يجب ان تنصب بشكل اساسي او يجب ان تخصص بشكل اساسي جهدها تجاه الشباب. واذا عم نحكي احنا عن فكر سليم، إذا عم نحكي عن شباب مثقف وواعي وعنده من المعرفة ما يستطيعون استثماره لخدمة المجتمع، عم نحكي عن دور أساسي للمؤسسات بشكل عام. اليوم رح تكون معنا الأستاذة يسر حسان. يسر أعرفكم عليها أول شيء، كانت زميلتي إعلامية يعني ولا زالت يعني تعشق الإعلام. أهلا وسهلا فيك. وأنت مديرة أيضا الأردنية للمسؤولية المشتركة أو المشاركة المجتمعية. أهلا وسهلا فيك. وعندك وجهة نظر كتير مهمة، ومن باب يعني حرصك كمان وعملك في عدة أماكن لها علاقة وتواصل مباشر مع الشباب، عندك وجهة نظر أو رسالة قد نستطيع أنا وياك أنه نشارك فيها اليوم، نحكيها للمؤسسات وللشباب فيما يتعلق بدورهم المؤمل أنه يقوموا فيه للمجتمع. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير سمر. طبعا يمكن إحنا بنركز اليوم على القضية الأساسية اللي عم نحكي فيها من أسبوعين أو ثلاثة، اللي هي موضوع محاربة التطرف والإرهاب. وبداية بنترحم أكيد على أرواح الشهداء ويمكن وفاء لأرواحهم ووفاء للآلام والأوجاع اللي اليوم بعيشوها الزوجات والأمهات والأبناء والبنات. بنعاهدهم أنه إحنا أكيد رح نشتغل أكثر حتى نبني الأردن اللي هم حلموا فيه والأردن اللي عن جد نستحق أن نعيش فيه. بالفعل. إذا جينا بدنا نقيم، خلينا نقول تجربة البرامج والمشاريع اللي انعملت خلال السنوات الماضية المتعلقة بمحاربة التطرف والإرهاب، بداية مع الأسف ما في دراسة علمية بتقول وين إحنا اليوم. وقصور الدراسات هو موضوع ما بيقتصر فقط على محاربة التطرف والإرهاب. إحنا عادة بنبني سياسات جديدة، بنهدم سياسات قديمة، بنطلع مشاريع جديدة وبنلغي مشاريع سابقة بدون ما نعتمد على دراسات علمية بتورجينا إحنا وين واقفين، إيش هي السلبيات والإيجابيات فيما تم إنجازه سابقا، حتى نستطيع في المرحلة الجاية مواجهة التحديات وبناء برامج فعالة ومؤثرة. إذا بالمجمل اطلعنا على الجهد اللي انبذل في الفترات السابقة، وكان في جهود بموضوع محاربة التطرف والإرهاب، وتحديدا زي ما قلتي على فئة الشباب، لأنه الدراسة الأرقام بتقول من 18 ل 30 هم الأكثر تأثرا بالفكر المتطرف. صحيح. وبموضوع الإرهاب بنلاقي أنه الجهود عشوائية، المؤسسات والجهات المختلفة بتشتغل جزر منفصلة. عشان هيك كانت النتائج غير مؤثرة وغير مرضية وكمان مش ملموسة. ويمكن إذا أجينا بدنا نبحث في الأسباب بصورة عامة، إحنا دايما عمالنا بنشتغل بموضوع التطرف كردة فعل، بنستنى بس يصير في عنا حدث بنفزع كلياتنا، بنطلع بيطلع عدد كبير من هلأ شوفي كيف رح يطلع مؤتمرات، رح يصير في ندوات محللين والإعلام والكل رح يطلع له مشروعين على نظام الفزعة يعني رح يطلع له مشروعين ثلاثة أربعة بيحكوا عن موضوع التطرف والإرهاب، بعدين خلص منوقف شغل لأنه انتهى موضوع الفزعة وانتهى موضوع الشغل. صحيح. ما رح ننجح إذا ما وقفنا بالتعامل مع موضوع التطرف على أنه تحدي طارئ. ما بينفع نضلنا نتعامل معاه لأنه تحدي طارئ، إحنا نشتغل عليه بس يصير، لازم يكون خطة. يعني هلأ إحنا عندنا خطة إصلاح، لازم يصير محاربة التطرف والإرهاب جزء من خطة الإصلاح الشاملة. تمام. الموضوع الثاني اللي هو أنه إحنا عادة قاعدين منعالج الأعراض بس ما منعالج المرض. يمكن اليوم إحنا بنحكي عن داعش، قبل كنا عم نحكي عن تنظيم القاعدة، بعد إن شاء الله ما بيطلع، بس يمكن بعد كم من سنة يطلع إشي جديد. هي عبارة عن مسميات في فكر واحد. بالضبط. فإذا كنا بدنا نحكي عن مشروع التطرف نفسه، المشاريع اللي بتحمل فكرة التطرف والإرهاب بدها بيئة حاضنة. طبعا. إذا أجينا نحكي عن إيش هي مواصفات البيئة الحاضنة، البيئة الحاضنة فيها إقصاء،
فيها عدم تقبل الآخر، خطاب كراهية، فيها رفض للتعددية، تمام، فيها غياب لسيادة القانون، غياب لقيم العدالة والتكافؤ الفرص. برافو عليكي، صح، وهي كلها موجودة، يعني إحنا في موجودة بالأسرة، موجودة. يعني أنا يعني كل واحد فينا بسمع إنه مثلا بيجي ولد صغير يقول لي ماما حكت لي مثلا ما أحكيش فلان، ما أحكيش مع فلان لأنه مثلا أسمر، خلينا نقول، أو لأنه من طائفة معينة. هاي الأسرة قد إيه يعني موضوعها أساسي، أساسي بهذا الفكر طبعاً كله. فأنت عندك مجتمع تتوفر فيه البيئة الحاضنة للأفكار المتطرفة، فالمفروض إنها المشاريع والبرامج كلها تشتغل على هذا الموضوع عشان نقدر نحارب التطرف والإرهاب. تماماً. إذن إحنا خلينا نعترف يعني بهاي المرحلة إنه إحنا لازم نشتغل أكثر، وإنه بجوز الشغل اللي كان تم على مستوى المؤسسات بدناش ننكر انه في جهد طبعا يعني كبير تم، ولكن هذا الجهد لم يؤتي ثمارا طيبه، يعني في ثمار فاسده لهذا الجهد. مين هي المؤسسات تحديدا يسر تعتقدي انه هي ممكن تكون المؤثر الحقيقي في مكافحه الفكر المتطرف والإقصائي والكراهية وكل هاي؟ صراحه الجميع يتحمل المسؤوليه. احنا لما بنحكي عن هذا الموضوع بنحكي عن الدوله بكافه اجهزتها، بنحكي عن الحكومات، بنحكي عن مؤسسات المجتمع المدني، بنحكي عن المثقفين والفنانين والناشطين اللي هم بيؤمنوا انه لهم دور بتغيير المجتمع. وبصراحة هون يعني بدي اتطرق لموضوع مهم اللي هي تكاملية العمل والتشاركية. يمكن لازم المسؤولين والقائمين على المشاريع يتخلوا شوية عن الشخصنة والفردية والأنانية، الأهواء الشخصية، والمفروض نتطلع على صورة اكبر ومشروع اكبر تمام. اذا بدنا ننجح مشروع عصري بعيد عن أهدافي أنا الشخصية، وبعيد عن الفردية، وبعيد عن الكريدت لمين ومين بده يطلع، وإني أنه كل واحد بيجي قاعد بهدم كل المشاريع اللي اشتغلها عشان يكون نجم المرحلة، عشان يكون هو للأسف نجم المرحلة. بالزبط. نجوم، ولكن الوضع يعني سلبي جدا. فإحنا اليوم محتاجين لجهد تكاملي وتشاركي من كل الجهات اللي ذكرتها، بإيمان أنه إحنا أمام مشروع عصري وطني كلياتنا بنتحمل مسؤوليته، والكريدت بالآخر للبلد وللنجاح. الكريدت مش لأي واحد موجود ولا لأي أهداف فرعية ببال أو بذهن أي واحد من اللي قاعدين بيشتغلوا بالمشروع. والقضية اللي بلشتي فيها يسر كتير مهمة، إنه إحنا ما عم نبني على أرقام ودراسات، يعني هي أهواء شخصية، يعني بيجي أي حدا على أي مؤسسة أو على أي وزارة ببلش من عنده، كل التفصيلة بتبلش من عنده أو كل المسألة بتبلش من عنده. قد ايه مهم نصير نلجأ للعلم، للعلم يعني بكل شيء، بكل شيء، يعني الجاهل عدو نفسه. احنا بالضبط. بالنهايه في علوم، في ارقام، في دراسات ممكن تخلينا نبني على ما هو موجود. قد ايه مهم هذا الشيء؟ المشكله كمان سمار لسه لما انه معضله انه ما في دراسات، هي مشكله، والمطلوب اليوم انه نصير نعمل دراسات. المشكله الثانيه انه لما يكون في دراسه ما بيتم الاخذ فيها من صناع القرار، يعني بعد ما دراسة تنعمل ما بتكتمل الحلقة، إنه بعدين لازم يتم الربط بين الدراسة وبين الأشخاص اللي باخذوا قرار، وبعدين يتم الربط بين الدراسة وبين مرحلة التخطيط والتنفيذ والتقييم للمشاريع اللي بيتم تنفيذها مثلاً. فهي الحلقة مش مكتملة حتى في حال الحالات القليلة اللي فيها فعليا دراسات ببعض الملفات والمشاريع. ونقبل الاقتراحات من المتنورين، من المتعلمين، يعني في ناس كمان إذا عم نحكي عن الإقصاء، برضو في ناس بيتم إقصائهم وهم يعني عندهم مفاتيح حلول كتير منيحة يعني في 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 مجتمعنا. أنا اللي بدي أقوله إنه فئة الشباب ليش بيتم التركيز عليها؟ لأنه أنت قلتي إنه هذا العمر الأكثر يعني تأثرا بالفكر المتطرف والفكر الظلامي، بس كمان قدمهم برضو نبني قبل يسر، يعني الطفل المتطرف يؤدي إلى شاب متطرف في النهاية. طبعا إحنا ما بنحكي إننا نشتغل على الفئة العمرية من 18 إلى 30، يعني إذا اليوم كان السؤال شو المطلوب أو إيش هو الحل، يمكن في عنا حلول آنية لازم نعملها اليوم، وفي عنا مشروع أكبر بده مراحل وبده جهود كبيرة لازم ينعمل. مناهج المدرسية بالضبط. إذا بنحكي عن مشروع كبير، إحنا بنحكي عن مشروع دولة عصرية، نعم، فيها كل القيم اللي إحنا حكينا عنها، فيها قيم العدالة والمساواة، فيها قيم الديمقراطية والحرية التعددية. والتعددية، وإحنا اليوم في عنا إرادة سياسية لهذه الدولة العصرية، وعنا أوراق نقاشية لجلالة الملك فيها كل القيم اللي إحنا بنحكي عنها، وفيها خارطة الطريق المطلوب تحويلها لبرنامج عمل فعلي حتى نوصل للدولة العصرية. المشكلة الثانية إنه الفكر الداعش أو الفكر المتطرف
مش هو بس فكر، هو مرتبط في بقضايا اجتماعية وسياسية وثقافية أخرى. فبالتالي إذا بدنا نلاقي حل بده يكون رياضي وثقافي طبعاً. وتربوي فني زي ثقافي ما تفضلت إعلامي وثقافي. يعني إحنا اليوم عندنا أطفال مش بس بيقبلوا، متعودين على أنه العنف وسيلة للتعامل مع الناس بحكم الجيمز اللي بيلعبوهم، الألعاب اللي بيلعبوهم، بحكم اللي بيشوفوه على الشاشة، بحكم الأحداث اللي بتصير فيها المنطقة. فأنت تخيلي طفل متعود أنه يشوف العنف وسيلة للتعامل بين الناس. إحنا حتى يسر من الداول نكت على سبيل الدعابة، فيها كل العنصرية، فيها كل الكراهية. يعني بتشوفي مثلا حتى والناس بتصير تضحك، يعني أنا بكون بشوف مثلا نكتة فيها مثلا سخرية من حدا أسود على سبيل أسود البشرة والناس بتضحك، ما حدش منتبه إنه هذه الأمور البسيطة هي بتكون فكر للغاية بشع، للغاية في كراهية. وهذا مضبوط بقانون في دول أخرى. يعني أنت مجرد ما تنشر على حسابك الشخصي أي شيء فيه سخرية أو إهانة لطائفة أو لدين أو لعرق أو لأي شيء، أنت تحاسب بالقانون. قد القانون كمان مهم إنه يضبط هاي العملية العشوائية اللي عم بتصير اللي فيها رسائل إجرامية طبعاً. تماماً. إحنا محتاجين يعني أكيد دور التشريعات دور مهم جداً، لازم يتم إعادة النظر بالتشريعات أولاً لتحقيق سيادة القانون. يعني طبعاً. هذا سيادة القانون موضوع أساسي ورئيسي، ما رح ننجح أبداً بمحاربة التطرف والإرهاب وإحنا ما في عندنا سيادة قانون. نعم. وثاني إشي لضبط الممارسات اللي تفضلتي فيها سمر، قديش يعني قاعدين عن جد بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث كم كبير وهائل من هاي الرسائل. حكيتي عن موضوع الفن والثقافة مثلاً. أنت لما تخلي الواحد أو تشتغلي على المخ انه لا يتذوق الفن والثقافه، هو ببطل يميز علميا، ببطل يميز بين الجميل والقبيح. فبالتالي لما انت تيجي تحطي فيه افكار قبيحه ما بيشوفها غلط أبداً. لانه اصلا متربي ما هيك. تميز ما بيميز متربي بين القبيح والجميل، لا بيعرف جمال اللون ولا قطعه موسيقيه ولا متذوق نص شعري، اكيد يعني بده يكون الذهنيه تبعته ذهنيه بشعه. طبعا والمدارس انت لما عندك ما فيش وسائل تعليميه بتشتغل على انه العقل يعمل على انه يفكر بمنطق، مش لازم نزعل بعدين انه هي مخرجاتنا. ما هو احنا دائما بنقول المخرجات هي من المدخلات اللي احنا ادخلناها. عشان هيك انا بقول انه الموضوع كبير بحاجه لشغل من كل تشاركي وتعاوني من كل الجهات، وندفع بمن هم افضل، ندفع بمن هم افضل. يعني ننقي الناس اللي فعلا تعرف تشتغل هذا الشغل. بتعرف يسر ضايقني كثير بمرحله من مراحل دراسيه لابني، عم بطلع على الكتاب من الكتب مرسوم فيه رسمه عاديه زلمه، يعني رجل السكيلز يعني المقاييس تبع عيون وجهه غلط، يعني طالع شكله بشع، عينه اكبر من عينه. مين الرسام اللي مثلا رسم هاي الصوره في المنهاج؟ نتيجه واسطه، نتيجه محسوبيه، واحد مش فنان بالنهايه. كيف بندفع بناس لا يستحقون انهم يتبنوا او يتحملوا مسؤوليه اولادنا لمنابر مهمه مثل المنهاج المدرسي مثلا؟ نعم. وكيف بدنا يشعر المواطن بالعداله وتكافؤ الفرص وهو شاطر بالرسم بالمثال اللي ضربتيه وما تم تكليفه بالمهمه وتم تكليف شخص اخر لاسباب اخرى في اداء؟ فهي هي من اسباب التطرف، انه انت كمان شعري بالاقصاء، شعري انه انت كانسان غير مقدر، غير مقدره في مجتمعك، وانه في وسائل، في اهداف واسباب ووسائل واساليب اخرى. صحيح. بتحكم تطورك، بتحكم نموك، بتحكم حياتك، ما لهاش علاقه في كفاءتك ومهنيتك. صحيح. ويمكن موضوع مهم ظل معنا وقت بحب اثيره اللي هو استراتيجيه محاربه التطرف. طبعا احنا عندنا استراتيجيه لمحاربه التطرف لكنها غير مفعله. وفي احاديث كثير، يعني انت لما تيجي تسالي وين الاستراتيجيه، حدا بقول لك انه ما فيش موازنه للاستراتيجيه، طرف اخر بقول لك انها غير مرضيه. أنا اليوم بقول بغض النظر عن تفاصيل لماذا لم يتم تفعيل الاستراتيجية، المطلوب اليوم الوثيقة موجودة، يعني عندنا أساس موجود، إعادة النظر بالاستراتيجية بما يتلائم مع الوضع الحالي وبما يقتضي الوضع الحالي. وإذا كان الموضوع موضوع موازنة فمحاربة التطرف أولوية طبعاً. وبالتالي من الضروري أنه يتم
رصد موازنة لتنفيذ هاي الاستراتيجية بعد إعادة النظر فيها، ووضع خطة عمل جدية تشاركية. بنرجع بنأكد على التشاركية والتكاملية. يمكن مؤسسات المجتمع المدني بذلت مجهودات كبيرة، كان في عنا مشاريع بالسنوات الماضية عديدة اشتغلت على كل القيم اللي بنحكي عنها، مكنت الشباب واشتغلت عليهم. بيسوى انه هدول المؤسسات يكونوا شركاء مع القطاع الخاص ومع الحكومه ومع الدوله حتى نقدر نبني مشروع وطني فعلي بالفعل لنقدر نحارب فيه التطرف. اللي عم بيقول انه بجوز هذا الراي الرايح، لانه فكره انه يعني مش اولويه ممكن يكونوا ميزانيه وبعدين تيجي وكذا. مظاهر التطرف مش بس انفجار صار وراحت ارواح ولو انها غاليه جدا 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 يوميا، هي يوميا عم بتعطل عجله الانتاج والتنميه. يعني مجرد النظرة للمرأة يعني بقطاع العمل أو بالتعليم بشكل يعطلها، هذا يعني شكل من أشكال التطرف والإرهاب. يعني فهي عم بتمس حياتنا اليومية وعم بتمس تقدمنا وتطورنا باتجاهات مختلفة. شو رأيك يسر كمان بهاي النقطة؟ طبعا يعني هذا اللي أنا كنت بحكي فيه، إنه إحنا نطلع عليه على إنه تحدي طارئ التطرف، وإنه مرتبط أحد مظاهر بأي عملية بتصير. لكن زي ما تفضلتي سمار، إحنا طالما في الثقافة المنتشرة لها علاقة في عدم تقبل الآخر، لها علاقة في الإقصاء، في بالمجتمع ثقافة عدم تكافؤ الفرص، ما فيش سيادة قانون، رح تضلك كل يوم تشوفي ممارسات هي فعليا فيها تطرف. طبعاً. هي فعليا فيها تطرف طبعاً. ولكن بشكل مختلف عن شكل التطرف اللي أدى إلى الإرهاب. طبعاً. هو شكل من أشكال التطرف، في منه بيؤدي إلى الإرهاب والتفجيرات اللي شفناها، وفي منه بيؤدي إلى ممارسات يومية بتعطل عجلة الإنتاج. لما بيجي واحد غير كفؤ على مكان، أكيد هو رح يكون معطل للإنتاج في هذا المكان. لما بيكون في عنا بطالة وبيكون في عنا ما عندناش رفاه اقتصادي، اكيد الشباب بصير عندهم انفجارات داخليه طبعاً. يعني اذا بدنا نحكي طبعاً. وبصيروا غير قادرين على، بصيروا معطلين، بصير عندهم وقت فراغ، بصيروا غير قادرين على الانتاج. فبالتالي بيكونوا عرضه للمرحله الثانيه اللي هي انه يكونوا مستهدفين وجاهزين للتطرف اللي رح يؤدي فيما بعد للإرهاب. فكلها مرتبطة في بعضها بالتأكيد. يعني نحكي عن دائما بنقول هاي دولة متقدمة، متقدمة لأنه في فكر متقدم. إذا الفكر أولوية طبعا. ينصرف عليه كل ما نملك يعني حتى بالنهاية. أنا بدي أشكرك كثير يسر حسان على وجودك معنا هذا الصباح. نتمنى القادم يكون أفضل إن شاء الله. إحنا متفائلين على كل أن القادم إن شاء الله رح يكون أفضل بغض النظر. بس إحنا دائما بنحكي الصراحة، لأنه إذا حطينا إيدنا على الوجع بنقدر نمشي لقدام. لو حتى بتوجع شوي بس هي ضرورية. يعني الصراحة والحقيقة ضرورية بمرحلتنا الحالية. خلص بكفي نجمل الأمور، يعني حان الوقت لنضع الأشياء في نصاباتها الحقيقية. شكرا. بدي أشكرك كثير يسر حسان، شكرا على وجودك معنا. خليكي. فاصل قصير نعود. نعطي بدون حدود عنا بيصبر.